الله. خليني ابدا معاكم قبل ما ابص على نتائج المجموعات واشوف الجوله الثانيه من تشامبيونز ليج افريقيا، اخد رايكم بس مبدئيا في مباراه امبارح. مباراه امبارح كانت تخلص كام يا سعيد؟ النتيجه العادله من وجهه نظرك؟ هو لو في حد ظلم في المباراه انا بعتقد مارسيل كولر. يمكن هو قرا الجيم كويس جدا، تعديلاته في الشوط الثاني، ادارته للمباراه كانت جيده جدا، لكنه دفع ضريبه قله التركيز في الثلث الاخير من الملعب والتكاسل في الحاله الدفاعيه، فاعتقد كان العدل ان يخرج كولر فائزا. لكن مش من العدل ان لعيبه الاهلي بهذه الحاله وقله التركيز والتكاسل انهم يكونوا كسبانين. فاعتقد انها نتيجه عادله لما جرى داخل الملعب، لكن مارسيل كولر كان يستحق نتيجه افضل. يعني اللي ظلم في نتيجه مباراه امبارح هو مارسيل كولر. صحيح، وممكن ندخل في التفاصيل بعد شويه نشرح بدقه كان حصل ايه. وجماهير الاهلي برضو اتظلم. بالظبط. يعني بالظبط. مش هو لوحده. بالظبط، هو الفتره الاخيره في بعض المؤشرات بتقول ان في حاله لا تركيز. ويمكن بيان مجلس اداره النادي الاهلي كان واضح جدا ان في حاله تشبع، وانا بشوف ان الرساله اللي كانت طالعه ما كانش مجلس اداره الاهلي طالع يقول للجمهور ان احنا جامدين قوي واخدين بالنا، بقدر ما هو بيتبع مجموعه خطوات بتلفت نظر اللاعبين ان احنا ابتدينا الموسم في حاله لا تركيز، في تكاسل، اللي جاي خطوات تصاعديه. لو نتذكر مع بعض الموسم الماضي حصل ايه، هنشوف ان مجلس اداره النادي الاهلي طبق او وقع عقوبه بخصم 10% من رواتب اللاعبين بعد مباراه سان داونز، وربط اعادتها بالتتويج لدوري ابطال افريقيا. فانا بشوف ان التصعيد بدا يحصل، وان النادي الاهلي واعي ومدرك ان في حاله تشبع حصلت او هتحصل عموما زي ما بيحصل في العالم بعد 5 بطولات، اتخذ كل الخطوات بدايه من انه دعم بصفقات جديده عشان تعطي نفس جديد في اوضه لبس الاهلي، مرورا بان في مدير فني بيتبع سياسه التدوير. فبالتالي في منافسه طول الوقت وصولا الى المساءله الدوريه. يعني النادي الاهلي ما استناش لنهايه الدور الاول، ما استناش لنهايه الموسم، لا، من بدري قوي في جلسات، في حساب طلع بيان رسمي بيقول احنا بنرصد حاله تشبع، الخطوه اللي جايه هتبقى هي العقوبات. فاعتقد النادي الاهلي مدرك واعي بيتخذ خطواته، فان شاء الله اللعيبه تدرك ده مبكرا علشان ما نروحش للسيناريو الأسوأ.